يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح بأن ما أصاب أهل الطائف من قلة الأمطار وقلة الخضرة بسبب فعلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء مضى وانتهى في وقته، والطائف ظهر منه رجال مجاهدون علماء وأتقياء، الحمد لله تبدلت الحال تغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ لكن ما أصابهم بسبب أفعالهم الحاضرة والمعاصي التي عندهم المخالفات التي عندهم. نعم.